عم جورج، عم جورج زخزي. ده الإيراد ودي المفاتيح. حمودة انت فين اللي تركنا؟ ما سبتليش حل تاني يا مدام. حمودة بليز ما تفل وتتركنا، انا وجورج بحاجة لك. الراجل ده انا بحبه اكتر من ابويا، ولا يمكن اعمل اي حاجة تزعله. انا ما غلطت معك ولا غلطت معه، كل اللي بدي اني احسك حدي. بعدك انا ما راح احسك بشي. بليز حمودة لازم تتركنا بليز. ما ينفعش ما ينفعش يا مدام. حمادة بدو جي. حمادة باتشيمو. يعلم ربنا عن جورج ان انا ماشي وانا زعلان، بس انا بعمل كده علشانك. طب افهمه ازاي ده؟ بس اقول له مراتك بتحبني. الحكايه مش حكايه فلوس يا عم جورج. لينا نيروا حيرتني معاك يا عم جورج، انت فاهم ولا ايه؟ حمادة 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 وينك؟ ايوه يا مدام. صباح الخير. صباح النور. بعدك زعلان مني؟ حمادة بليز رد. بعدك مضايق مني؟ والله ما عارف ازعل منك ولا ازعل عليكي ولا ازعل على عم جورج. بعدين زعلان وخلاص. يلا يا عم جورج يلا. تي مالايس. حمادة حمادة كيفك؟ اشتقت لك. ربنا يخليك يا مدام. أنا عندي إحساس إن عم جورج فاهم. هو حاسس، أكيد حاسس. طب ليه ساكت؟ ليه ما خدش رد فعل عليا أنا وأنتي؟ ليه ما طردنيش بل بالعكس مصر إن أنا أستمر هنا؟ يمكن عارف إذا أنت فليت أنا رح أفل معك. يمكن أنا عارف إنه إحساسي مش بإيدي. يمكن بيوثق فيك وبحبك قد ما بيوثق فيي وبحبتي. Она чувствует лучше, когда видит тебя. Дорогие мои, дорогие мои, пусть идите. Я лакану, вот я чувствую, как